بعد النجاح العالمي الكبير اللي حققته فرقة مياس وحصولهم على لقب أمريكاز جات تالنت، تم الاحتفاء بالفرقة من بعد رجوعهم للبنان بحفل تكريمي أقاموا على شرفهم. فادي مارتينوس رئيس بلدية مدينة جبيل مسقط رأس مياس: نديمة أول شيء مثل خي صغير، يعني نص شغله عندي بالستوديو، فأنا كنت شايفه أنه رح يوصل. بقول انه نحن كثير فخورين فيه والله يوفقه ان شاء الله اعلى واعلى من هيك كمان. هو صديق قديم واشتغلنا كثير سوا وانا كثير مبسوط فيه بكل نجاحاته، يعني معتبره نجاح الي، ف يعني حتى حاسس انه كثير رح يتاثر جوا لهالدرجه والعالم كله والاجواء. ان شاء الله يا رب ضل هيك رفعنا راسنا. انه شريهان يلي دعمتهم بشكل كبير. شي بلان مع شريهان؟ ان شاء الله. شي حكي صار من بعد التهاني اللي صار ليك؟ شي نوز قد انا بحب اشتغل معه، واذا صارت هالفرصه حيكون حلم اتحقق لالي فور شور. كمان ما ننسى نجمات العرب يلي كانوا ماشي، يعني نجوى كرام، هيفا، نانسي، اليسا، نوال، مايا، ايفريبادي، هبه، كل العالم. يعني انا كثير اكثر شيء انبسطت بهيدا الدعم من الفنانات، قد ايه كلهم انبسطوا فينا وقد ايه كلهم دعمونا. بدي اقول لهم ثانك يو عبر ترندينج ومنحبكم كلنا. فيغاس عم نحضر لشيء بليق بفيغاس، يعني and the production is huge. انا كثير متحمس لفيغاس، بدي اتعلم، يعني I'm excited about getting to know these kind of stages. هالبرودكشن الكبيره، الباك ستيج، التعب، I'm excited لهيدا الشيء. وقريبا ان شاء الله نحن حنطلع فيغاس، وان ذا مين تايم عم نحضر لكذا بروجكت، يعني بالدول العربيه وبالغرب كمان عندنا برمه صغيره. شو المخطط؟ ليه ما كنت موجود؟ تخبرك مزبوط شو القصه هون ندى. اول ما بلشنا نقرر انه نحن حنطلع وعم نعمل استراتيجي كيف بدنا نكون بهالبروجرام، فكرت انا بشغل البنات سالوني يقولوا لي نديم انه ليش مش انت اللي حتطلع تقدمنا على المسرح، انه انت يوجلي هذا الشيء انت اللي بتعمله، ليه ما حتشاركنا؟ بس المين مسج تبع مياس بهالفتره كان وومن امباورمنت، فقلت لهم انه كيف بدكم فريق بنات يطلع يقدمون شاب على المسرح؟ يو شود هولد ذا مايك، انتم اللي لازم تحكوا. فرح يكون له ظهور على المسرح بفيغاس؟ يس بليز، انا بدي اشوفك. ما بعرف، يمكن ليك اذا تحمست كثير معقول، بس لهلا انا حابب انه مياس تكون هالفرقه، فرقه البنات اللبنانيات، وفرجه فرجه فرجه المراه العربيه دائما بصوره مثل ما شفناها، كلاسي، ريتش، دريمي، captivating. So هول الانجريدينتس حيضلوا والمره حتضلها. So ما بعرف، ما بقدر اوعدكم، بس اشتقت كثير للمسرح. لهيك حبي وجه كلمه للبنات عبر ترندينج. بدي اقول للبنات عبر ترندينج انه انا بحبكم كثير، بتعذبوني وبعذبكم، بس حنضلنا هيك كل الوقت. And this is what makes us us. لكن ما في كل دول العالم هيك، هذا الشيء معروف، يعني نحن ما تفاجئنا فيه، عارفين كنا من قبل ما نطلع انه هذا هو. It's not about the prize itself ندى، يعني الباب اللي انفتح لمياس، وحقول لك اياها بطريقه غير، الباب اللي انفتح للبنان اكبر بكثير من مليون دولار.